مجال الترحيب بحضراتكم. فقره التحكيم طبعا هيكون في ضيافتي كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق. كابتن سمير برحب بحضرتك. كابتن سمير اهلا وسهلا بحضرتك. منور يا كابتن. اهلا وسهلا. يمكن مباراه النهارده مميزه للنادي الاهلي، يعني مش بس الاهلاويه اللي بيقولوا، يمكن كابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق طلاع الجيش اتكلم وقال طبعا وقال ان فريق النادي الاهلي فعلا عنده قدرات كبيره. ويمكن النهارده المباراه لحد ما كان في بعض الاخطاء كانت واضحه كابتن، قلنا هنتكلم مع حضرتك فيها، خصوصا بقى في ضرب الجزاء كانت واضحه جدا، ولكن الحالات هتكون مع حضرتك نقدر نتكلم فيها. تقييم حضرتك للتحكيم النهارده بشكل عام؟ طبعا بدايه اشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي. النهارده مباراه مهمه للفرقتين طبعا. قادها النهارده الحكم الدولي احمد الغندور، اول مباراه ليه في حياته في الدوري الممتاز النهارده المصري وهو حامل شاره الفيفا. النهارده هو لسه مستلمها الاسبوع اللي فات، في اول مباراه لا يمكن احمد هينسى اليوم ده النهارده بالنسبه له، اول مره يحط اشاره الفيفا النهارده لو الكاميرا جابتها. ومبروك ليه طبعا وباقي الحكام الجداد. كان هو الحكم الرئيسي ده بعت من منطقه القاهره عند كابتن توفيق السيد الحكم الدولي، وساعده وائل شعبان ده اخو طبعا النجم الكبير في مجال مساعده الحكام وليد شعبان، وساعده رجب محمد من الفيوم. وطبعا معلش طالما احنا بنجيب سيره الفيوم لازم نتذكر الحكام الفيوم الشهداء اللي قبل كده توفوا في حادث وهم راجعين من المباراه. وبعد كده الحكم الاضافي الاول نادر قمر الدوله من كفر الشيخ، وبعد كده عبد العزيز السيد الحكم الاضافي الاخر من الجيزه، والحكم الرابع كان دكتور محمد الشرقاوي ده دكتور تربيه رياضيه من منطقه الدقهليه. جميل يا كابتن، ده خد التقييم بقى. ده بالنسبه للتشكيل بتاع الحكام النهارده. طبعا اللي بيعين الحاجات دي دكتور عزب حجاج ومع كابتن وجيه. النهارده ادوا مباراه كويسه، كان في اجابات كتيره جدا في المباراه، وفي بعض الاخطاء اللي هي لا يمكن اي مباراه تخلو من الاخطاء. احنا النهارده شايفين المباراه هاديه، طاقم التحكيم مسيطر بالكامل على المباراه. في الشوط الاول ما فيش حاجات صعبه كتيره، بس كان طبعا الاختبارات كانت معظمها في الشوط الثاني بخصوص الكورتين اللي حضرتك تفضلت قلتهم قبل المباراه. طيب احنا معانا الحالات يا كابتن نقدر ناخدها. طبعا ده طاقم التحكيم ما بعد المباراه، و يسلموا طبعا على الجهاز الفني للنادي الاهلي، واكيد كان كلام على اكيد ضربه الجزاء. يعني كابتن سيد كان واضح جدا عصبيته او مش عصبيته، طبعا اعتراضه على ان واضحه جدا ضربه الجزاء اللي كانت لوليد ازارو داخل ال 18. طبعا احنا لو شفناها طبعا لو الحاله معانا طبعا هي المدير الفني او الجهاز الفني او اللعيبه طبعا شايفين حاجه سليمه ليهم بيعترضوا عليها، بس لنا اؤكده لو كان طاقم الحكام شافها كان حسبها. الكره طبعا ما هي معانا لو نقدر بقى نجيب الحالات او تيجي في وقتها بعد اذنك. فطبعا الحكم عاوز ينجح في اي مباراه. طيب دي الحاله الاولى كابتن سمير. ايوه مع حضرتك اهي. طبعا دي كان اول خطا في المباراه، كان في الدقيقه 9 كان خطا سليم احتسبه احمد، واحمد النهارده كان قريب من كل الاخطاء معظمها. ده طبعا في دفعه من اللاعب بتاع النادي الاهلي على لاعب الجيش، والحكم حسبها وما فيش اعتراض. بص في دفعه باليد اليسرى، طبعا خطا سليم وواضح. يعني ده كان اول اخطاء المباراه في الدقيقه 9. بعد كده نيجي بقى يعني بالتسلسل الوقت اللي احنا شايفينه رصدناه، ده طبعا برده فاول سليم برده كان برده على النادي الاهلي، وتلاقي برده الحكم قريب. بص يا دوبك هو صفر احمد بقى قريب من الكره على طول. فطبعا كل ما الحكم بيبقى قريب من الكره، بص هنا بص القفزه بتاعت ايمن اشرف على اللعيب واضحه، طبعا واضحه بالرغم حتى هو لو لعيب وطى، انما طبعا في قفزه هي بايديه وبعد كده بجسمه ونزل، فطبعا عشان بيحمي نفسه فاللعيب برده التاني بيوطي. فطبعا ده فاول واضح وقرار سليم، ودي جنب المساعد الحكم برده وائل شعبان بصراحه اللي انا معجب بيه النهارده بصراحه، في كان تعاون جميل جدا بينه وبين الحكم. بص دي كوره طبعا يعني تدل قيمه الحكم الاضافي اللي موجود عبد العزيز السيد، الكره واضحه قصاده جدا لعيب بتاع النادي الاهلي، هي دي ما فيهاش تحايل وبرده ما فيهاش ضربه جزاء، هو في اندفاع وهو بيجري رايح اتجاه المرمى، حارس المرمى قبله، بعد كده في احتكاك عادي جدا وقع. الحكم الاضافي طبعا عبد العزيز السيد عشان هو حكم كره مميز برده، في حكام ممكن ينخضوا في كره زي دي، بس هو عشان هو واحد لعب كوره فحاسس بالكوره وشايفها كويس جدا، فادى الاشاره في استمرار اللعب ما فيهاش اي حاجه. بص حضرتك هنا ما فيش حاجه خالص، حارس المرمى بيحافظ على الكوره لغايه ما خرجت ووقع. الكره دي الايجابيه بتاعتها في بعض الحكام يا كابتن محمد ممكن يخلصوا الموقف ويروحوا عاملينها سيميليشن
يعني تمثيل على اللاعب المهاجم، وده طبعا بيبقى خطا مش سليم. وبعد كده نيجي في الدقيقه 15 و44 في برضو ركله حره مباشره برضو على النادي الاهلي برضو سليمه. تمام، بص قفز واضح جدا طبعا باسم علي. وانا اللي عاجبني بصراحه احمد قريب قوي من الكوره، بص هنا شايفينها، حتى تلاقي القرار اللي هياخده مفيش اي اعتراض عليه، وسريع وسريع ومحدش اعترض، يعني يا دوبك هو الكره اتحطت في قفز عليه خلاص احتسب الفاول على طول. احنا بنقول كل ما تبقى قريب الخطا كبير باين. طبعا هنا بص في الدقيقه 19 برده خطا لصالح الاهلي، برده هتلاقي زاويه الرؤيه بتاعه احمد ما شاء الله كويسه جدا، اي في الدفع بايده الشمال، دفع على ايمن اشرف كده بالظبط، يعني صلاح بيزق ايمن، فهتلاقي الحكم برده هنا قريب واحتسبها على طول. وهو كان قريب كمان يا كابتن بالظبط، تحركات احمد كويسه، تحركات احمد الحمد لله مميزه. والنهارده الماتش ليه راون لاحمد، ليه رونق جميل في المباراه، اول مره يلعب بالشاره اللي جاي له من الاتحاد الدولي طبعا جميله جدا. بص هنا دي لعبه هنا ازارو بيحضن على الكوره، وده بيكمل الايد اللي احنا شايفينها دي، الايد دي مش دفعه، يعني انت عارف يا كابتن محمد حضرتك لعيب كوره، الدفعه لو الايد طلعت وزقت، انما هي بص هنا هو حاطط ايده مفيش اي حاجه، فانا برضو ده شايف قرار برضو واضح من احمد، ما فيش على فكره دي مش دفعه، يعني عشان الناس ما يقولوش دي دفعه بالايد، لا الايد طلعت بس ما اتحركتش. لو الدفعه لو الايد فردت، يعني بص لعيب بتاع الجيش ايديه زي ما هي، لو كانت فردت طلعت لقدام يبقى هنا في الدفعه، حتى لو عدناها كذا مره لا هو بيحضن على الكوره واللعيب بتاع الجيش حاطط ايده، مفيش اي دفعه، احتجاج طبيعي جدا يعني في اي مباراه يعني تحدث. بس انا شايف في سنده بسيطه كده على الظهر، لا السنده ما توقعش، السنده مش فاول. واخد بال حضرتك كابتن محمد، حضرتك لعيب كوره والناس برضو يحسوها، هو يا دوبك سند بس ما عملش حاجه، يعني هو ما خلتش، ما فيش اي خلل في التوازن. كمان ان الكوره كمان بعدت عن وليد ازارو للخلف، مش يعني ما خدهاش وراح بيها بالظبط، كمان يعني هتحس برضو بتاع الجيش برضو حاطط رجله من تحت وبيلعب الكوره، انما لو بصينا من تحت او من فوق برضو ما من وجهه نظري انا بصراحه ما فيهاش حاجه. وطالما يعني عاوزين برضو نتفق على حاجه كابتن محمد، لو في جدال على كوره زاد اكتر من 3 ثواني بيبقى بنسبه كبيره جدا قرار الحكم هو اللي صح، لان انت عارف ال3 ثواني اللي مخولها الاتحاد الدولي والتعليمات بتاعته التوصيات انك 3 ثواني ممكن ترجع في قرارك. بعد كده دي لمسة يد على لعيب بتاع نادي الجيش، هو احمد شافها وحسبها، برضه هتلاقي مفيش اعتراض من الجيش، هتلاقي اللعيب بتاع الجيش وهو بيوقف بيستلم الكوره طلعت وايده مرفوعه. بص يا كابتن بص الكوره الاستلام طبعا هنا، الكوره جت في ايده الشمال، فاحمد برضو كان قريب، زاويه رؤيته الحمد لله كانت موفقه في المباراه النهارده في معظم الاحيان، وكان خطا بالنسبه له سهل يعني ما تعبش فيه الحمد لله. وخلي بالك كابتن محمد، كل ما انت في المباراه كل ما تحسب خطا سليم ومفيش اعتراض انت بتاخد ثقه زياده في كل مباراه. كده هنا في تسلل من مساعد الحكم من الفيوم رجب محمد، تسلل بالنسبه له واضح والحمد لله كان فايق، يعني يعتبر ده يعتبر اعتقد ده جاله حالتين او 3 بس في المباراه، زي ما احنا شايفين لعيب بتاع النادي الاهلي ازارو متقدم طبعا، والكره جايه له من زميله ومفيش اخر تاني مدافع موجود، طبعا كده طبعا تسلل سليم وكان واضح بالنسبه لمساعد الحكم. بتكلم انا جايب الكره دي عشان مساعد الحكم لو جاتلوش كذا كوره ممكن في المباراه يسرح ما يركزش، بس ده واضح ان مساعد الحكم من الفيوم رجب مركز قوي، حتى بعد فتره الكره جات له برده موجود في سير المباراه. احنا هنا برده لسه الشوط الثاني وتحرك ده بدايه الشوط الثاني. تحركات الحكم بص يا كابتن، بص هنا بيفتح زاويه رؤيه لنفسه وابتدى يجري، اول ما الكوره بقت على يمينه عشان يقدر يشوف الملعب كويس، هنا بسبب تحرك الحكم صح شاف الخطا، يعني هو الخطا سهل بس ممكن ما يتشافش لو انت واقف غلط، فطبعا اللي سهل ماموريه النهارده على احمد وعلى طاقم الحكام التعاون والتحركات بتاعه احمد كانت الايجابيه النهارده. جميل جدا. بعد كده بقى اللعب ماشي عادي والسجال اخطاء واضحه جدا ما فيش مشاكل فيها. في ضربه الجزاء هنا طبعا هي بص عاوزين نتكلم بصراحه، في ضربه جزاء برقم 1 احنا مش هنخبي، بس دي مش مسؤوليه الحكم الكامله، لا
في حكم اضافي وحط المرمى، هي دي مسؤوليته مسؤوليه كامله. نادر امر دوله من الحكام المميزين، بس هو ما شافهاش وارد، بالرغم ان هي لا تبعد اقل من 4 ياردة من الكوره. انا برضه عايز اشوف كابتن احمد غندور في انهي حته هتبقى برضه صعبه يعني عليه. بص يعني بص كابتن اصلها يعني واضحه، يعني هي المفروض تبقى واضحه الى حد كبير. ليه؟ بصراحة ممكن تبقى واضحة، لازم للحكم الإضافي. يعني بص كابتن أحمد غندور فين؟ بس ممكن يعني لا بص يعني بص كابتن نزال مفتوحة بالنسبة له، بس في لاعبين من الجيش جه وواحد من الأهلي، يعني الكرة دي مهمة جدا، يا ريت نقدر نشوفها عشان فيها درس مستفاد مهم قوي هنا في الكورة. إحنا اتفقنا إنها ضربة جزاء، بس عاوزين هي ليه نقول يا كابتن محمد إنها ضربة جزاء؟ ضربة الجزاء لحاجة بسيطة جدا، الكرة دي تاكلين، لعيب بتاع الجيش وبيعمل تاكلين، الكرة جت في إيده. مين خد قرار إنه يعمل زحلقة أو التاكلين؟ اللعيب. طالما اللعيب خد قرار التاكلين أو الزحلقة يبقى هو يتحمل الريسك أو المخاطر اللي تنشأ من التاكلين اللي عملها، من الزحلقة اللي عملها. تمام. هنا لما عمل التزحلق الكرة جت في إيده. خلاص. خلاص هنا طبعا لمسه ايد لازم تتحسب، بس هو كان وبعدين قريب قوي الحكم اللاين بس انا خليني اتكلم كحكم كوره لسه مبطل من كام يوم. هنا ربنا بيحب امر الدوله. ليه؟ ربنا جاب له كوره اصعب منها، وزنت العمليه معاه يعني حلت المشكله بكتير، ان هو اكيد هو ما شافش الكوره دي. ان امر الدوله لو كان شاف الكوره دي كان لازم كان يحسبها. عارف ليه؟ بص على امر الدوله. انا عايزك ترجع تاني لان انا عايز اشوف طبعا كابتن امر الدوله وهو قاعد يعني واقف ومستعد جدا وواخد وموطي وقريب من مستوى الكره نفسها. التوطيه اللي عملها امر الدوله دي اللي خليته ما يشوفش كويس. معقول يا كابتن؟ طب بص هنا يعني ده انا قريب. التوطيه دي هو كان مركز على الرجل، مركز على الايد. الايد خلي بالك من ناحيه الملعب، انا مش بدافع عليه، لا هو اخطا. ليه؟ لان المفروض ياخد موقف افضل عشان يشوف كره زي دي. الكره زي دي لا قدر الله مثلا ما كانتش مؤثره في المباراه، لو كانت مؤثره طبعا تبقى فيها مشكله كبيره. مشكله طبعا. انما هو ما شافهاش، فبالتالي ما حسبهاش. انت لا يمكن تحسب حاجه خطا مؤثر زي ده بالسمع او بالاعتراض بتاع اللعيبه، انت لازم تكون شايفها وواثق منها بنسبه 100%. بص خلاص ايده اليمين هي. هل ممكن كابتن احمد كان شايفها وشاكك فيها بس مستني كابتن امر الدوله ان هو يقول له؟ احمد لو شافها يحسبها. يعني هنا في كوره زي دي احمد لو شافها مش ما يستناش حد، ولا بقى اير بيس حد يكلمه في السماعه ولا حاجه، طالما انه شافها. بس احمد صعب جدا يشوف الكوره دي، عشان هتلاقي في 2 من بتوع الجيش قصاده، اول بص ما لعبها، وفي واحد برده من الاهلي، قد يكون في الوقت ده حد حاجه بالرؤيه على احمد. بس هي لعبه خلاص، الحكم الاضافي ما شافهاش، واكيد ما فيش اي عنصر من عناصر التعمد للحكم انه ما يحسبش كوره زي دي سهله، عشان الكوره دي سهله. ولكن ضربه جزاء صحيحه. طبعا ضربه جزاء صحيحه. هنا بقى الكوره دي بقى انا عاوز اسال فيها لعيب النادي الاهلي، ايه الفكر بتاعه بقى يا كابتن محمد اما يلعب الركله الركنيه خارج الدايره؟ يعني هي بصراحه عمليه غريبه، يعني نادرا لما نشوفها غير في الدوري المصري. بص يعني حاططها من لا دي هنا كده حاططها سليمه. هو لو يعيد الكوره حاططها بره بحوالي ربع ياردة طبعا، ومساعد الحكم طبعا واضح وشايفها وبيشاور الراية طبعا عشان الكرة تتعاد. يعني طبعا هي مش هتفرق خالص، يعني 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 المفروض الحاجات دي برضو عشان ناشئين بيتفرجوا على الكور دي، انت المفروض بتبقى نموذج في كل حاجة. فأتمنى الكرة مش تفرق ربع ياردة بره الدايرة جوه الدايرة، المسافة سهلة يعني. فطبعا لازم يبقى في التزام بالتعليمات، الكرة لازم تبقى يا داخل الدايرة أو على خط الدايرة، وده طبعا كان تميز من وائل شعبان من مساعد مساعد اسكندرية. كان طبعا وليد شعبان كان مميز جدا في الحاجات دي أخوه. بعد كده كان في هنا طبعا في إنذار سليم طبعا، وواضح طبعا في تعاون جميل جدا من رجب هو مساعد الحكم وأحمد الغندور، في خطا ويستوجب الانذار، فطبعا كان القرار سليم. طبعا في اعاقه بالايد، ودي تعتبر برومس اتاك هجمه واعده، فطبعا شده وكان الانذار سريع طبعا وشايفها. شوف يا كابتن ده هنا يعني كره بينه وبين المساعد حاجه جميله بصراحه. اما يبقى في تعاون هم الاثنين عينيهم في بعض، الرايه طالعه مع الصفاره مع الانذار، يعني حاجه مثلث كامل بصراحه في القرار السليم. تمام يا كابتن. بعد كده دي الكرة دي عادية طبعا، هي تحرك الحكم هنا كويس. بص هنا بقى مساعد الحكم الأولاني برضو اللي أنا بعيد عليه اللي هو الشعبان، النهاردة عنده كذا كرة حلوة برضو. في الكرة زي دي هو اللي اداها لأحمد، يعني بص هنا كل الناس مركزة. بص
هنا كلنا في ال 18. الكره اتلعبت مره واحده اتجاه نص الملعب. بعيد صحيح. برافو بعيد. بص الرايه بقى مرفوعه ازاي، رايه واضحه وجميله. الرايه ما تبقى واضحه بتساعد الحكم قوي في اتخاذ القرار، بتريحه. عارف انت خلاص مش شايل هم مساعد الحكم، لا بيخلص لك الحاجات اللي جنبه. اول باول طبعا. بالظبط. في للاسف بعض الناس بيبقوا خايفين متخوفين شويه اما يحسبوا حاجات زي دي، فطبعا دي بتدي نقاط اضافيه للحكم وتميزه. في ثانيه رفع الرايه تلاقي احمد جاي من بعيد مدي الإشارة والعملية بقت سهلة بالنسبة له. بعد كده طبعا ده خطأ. بص برضو الحكم المساعد وائل شعبان برضو أنا مركز عليه النهاردة، لأن الحمد لله عنده كذا كرة جميلة حظه حلو، برضو الكور جات له جميلة وربنا وفقه في اتخاذ القرار. هتلاقي الراية طالعة مع الصفارة بتاعت أحمد، حتى هنا تلاقي أحمد خلاص بيصفر الصفارة وهو مستريح بسبب الراية اللي معاه، مستريح لها. زي ما حضرتك بتلعب كره كده انت عارف في لعيب معين بيعمل لك الاوفر كويس سهل، بيسهل لك المأموريه بعد كده. طبعا بصراحه انا معجب بوائل النهارده، وائل شعبان حتى برده المساعد الثاني كان ليه برده مواقف كويسه. وطالما بص يا كابتن القرار سهل وسريع، طالما هنا القرار سهل وسريع طبعا هنا في خطا احمد برده شايفه كويس حسبه مره واحده هنا، قرار واضح طبعا خطا بلعيب الاهلي بيعوق اللعيب بتاع الجيش عشان يقوم تاني برجله. عمليه اعاقه بالظبط كده، اعاقه برجله. معظم القرارات الحمد لله النهارده المباراه معديه ما فيهاش مشاكل، مفيش اعتراضات من اللاعبين، ده يرجع عشان التعاون بين الطاقم الحكام كله. هي بس ضربه الجزاء بتاعت وليد ازار واضحه. وبص هنا قرار كمان وائل شعبان برده، هو الحكم وائل شعبان حظه حلو، القرارات اللي جات له كلها كويسه وادى فيها اداء كويس. حتى تلاقي برضه هو مديها، تلاقي هنا احمد خلاص بقى مستريح، خلاص بقى مطمن ان في واحد معاه شايل الجزء ايه الناحيه الاخرى تماما. الرايه في ثانيه بتترفع وواضحه. بعد كده برضه ده برضه في برضه شده، هتلاقي برضه عند وائل شعبان برضه، هو النهارده الكور كلها عند وائل الظاهر. بص بعد الكاميرا ما يدت برضه هو ادى الاشاره، هو اللي رفع برضه، فما بقول لك الحمد لله هو حظه حلو، كور كتيره جت لعنده وربنا وفقه فيها. بتبقى توفيق بصراحه من عند ربنا. جميل جدا. وده كل ده بيسهل ماموريه الحكم طبعًا. على فكره وبيخليه يحاول يتالق برضه. طبعا هنا ده طبعا انذار سليم بسبب التهور، هتلاقي لاعب الجيش داخل بتهور على اللعيب بتاع النادي الاهلي. وهتلاقي برضه يعني بص هنا يا كابتن هتلاقي اللقطه هنا بعد ما حسب الفاول، طبعا هنا لازم اللعيبه تخاف على بعض، يعني دي خطيره جدا لا قدر الله، دي ممكن تبطل بعض اللعيبه. لو بصيت على مساعد الحكم برده هتلاقيه طلع الورقه والقلم وايد برده الانذار مع الحكم. طبعا في كره برده طيب الكره دي بتتعاد هي طبعا هنا. بس كمجمل النهارده المباراه الحمد لله خالصه على خير. فاول طبعا واضح برضو على النادي الاهلي، كان قرار سليم من احمد. يعني معظم القرارات النهارده بنسبه اكتر من 90% 95% كلها قرارات سليمه ما فيهاش مشاكل الحمد لله. المباراه ماشيه بسبب التعاون بينه وبين الحكام وطبعا تحركاته. طبعا اعتقد دي الكره اللي هي عند اتلعبت بالهيدرز. دي فيها ايه بقى كابتن؟ بص يا كابتن لازم الكره عشان تحتسب هدف رقم واحد لازم بكامل هيئتها تعدي خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه. اول حاجه الحكم الاضافي النهارده قمر الدين الحمد لله كان مركز بقى في الكره دي الحمد لله، مركز فيها جدا وشايفها كويس قوي، هو اكتر واحد يقدر يحسبها. طبعا عندنا التصوير الى حد كبير مبينها الكره ما عبرتش خط المرمى من هنا. كابتن تبان بص يا كابتن برضو لازم توقفها بقى يا احمد وهي داخله بعد اذنك. بص هي اتلعبت لا الزاويه دي بص ممكن تبان، بص ايدي فين يا كابتن، لو ماشيه كمان ما عدتش. لازم الكوره يا كابتن محمد تعدي بكاملها، لان لو هي كلها جوه وفاضل لسه جزء منها ما تحتسبش هدف، لازم بالكامل تعدي خط المرمى اللي بين القائمين وتحت العارضه. وده هنا بقى نحيي امر الدوله اللي هو الحكم الاضافي زي ما نقضناه في الكره اللي ما حسبهاش اللي كانت قصاده. طبعا هي واضحه، طبعا هي الحمد لله هنا ما عدتش وكان قرار امر الدوله فيه سليم الحمد لله. مش هدف كده. لا مش هدف. احنا اما قلنا ضربه جزاء من عند امر الدوله، انما الكره دي طبعا سليمه الحمد لله ما عدتش وكان شايفها كويس جدا.
دي كانت اخر حركات. انت بتسعد يا كابتن سمير لما بتلاقي الحكم موفق في اليوم بتاعه؟ والله يا كابتن محمد وانا قاعد بره بدعي من ربنا ان كل كوره تيجي لي سهله لطاقم الحكام كله، لان انا ببقى حاسس بيهم. الحكام بيبقى عليهم ضغط عصب من اول ما يعرف انه عنده بكره مباراه او تاني يوم مباراه، خصوصا لما يكون الاهلي طرف فيها. او والله أي والله يعني طبعا مع احترام الاهلي والزمالك والانديه الكبرى كلها، بس حتى لو نادي برده صغير حكم بيبقى امنيه حياته انه يعدي المباراه لبر الامان. انا وانا قاعد في الاستوديو ببقى قلقان جدا، عاوز كل الكور تيجي سهله، يعني الواحد مش عاوز يطلع يتكلم. انت هتلاقيني معظم الحاجات انا مش بنقيم الحكم حاجات السلبيه، لا انا بحب اقيمه في الحاجات الايجابيه عشان زمايله برضو يعرفوها، ولو في حاجه سلبيه بنقولها بطريقه كويسه محترمه تفيده وتفيد برضو زمايله. انت جميل يا كابتن، شخصيه جميله، بتحب الناس كلها، فاكيد بتتمنى الخير طبعا لزمايلك الحكام وبتحس بيهم اكيد. انت كنت في المواقف طبعا كده، اول ما بيخلصوا اول حاجه بيستنوا بقى زمايلهم بيكلموهم في التليفون، ايه رايك في الكره دي تسلل عدت، لا ده وقع لوحده مش ضربه جزاء التسلل. الحاجات دي بتحصل طبعا، مش في مصر بس، في كل دول العالم طبعا. كابتن نورتنا وشرفتنا كابتن، شكرا كابتن محمد، نسعد بيك وجودك معانا طبعا في فقره التحكيم. حاجه جميله انك تبقى متواجد معانا باستمرار كابتن سمير، شكرا كابتن.